بالنسبة للمقادير احنا غندوز معكم الطريقة مباشرة باش ما نطولش لكم الفيديو. احنا غناخد واحد المقلاة اللي تكون كبيرة شوية حيت غادي نطيب فيها كل شيء. المهم كناخد ديك المقلاة كندير فيها شوية تاع الزيت، وخديت هنا واحد البصلة متوسطة قطعتها كتكون رقيقة، وغادي نزيد عليها واحد راس الثومة اللي حكيته ويكون راس كبير. صافي كنخليهم كيتشحرونا، كنمشي ناخد واحد الكاسرول كندير فيها الماء والملح وواحد جوج وريقات الرند، اي وريقات سيدنا موسى. صافي كنخلي داك الماء حتى كيغلى، وكنضيف فيه هاد النوعيه ديال المعجنات. انا خديت هاد لي بات، عندي هادي فيها نص كيلو، درت منها 400 غرام. غادي نخليها طيب واحد ربع ساعه، المهم طيب غير نص طيبه. هنا غادي نرجع ديك البصله من بعد ما تشحرات ليا. كنضيف عليها هنا الكفته، ضفت عليها 200 غرام ديال الكفته ولا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات، ولا ممكن تستغناو على اللحوم، اصلا كتجي زوينه بلا اللحوم. صافي كنضيف عليها التوابل، كنضيف الملح، شويه ديال التحميره، شويه الكمون، الكمون غير شويه، شويه البزار، وشويه الكزبر، شويه الخرقوم مدقوق. صافي كنحرك ديك الكفته مع التوابل حتى كتشربها مزيان. هنا ضفت عليها واحد حبه مطيشه تكون كبيره، حكيتها في حكاكه رقيقه ولا جوج صغار، وكنعاود نضيف عليهم هاد الصلصه الجاهزه، كنضيف واحد شويه، ولا اللي ما توفرش عنده ممكن يستعمل مطيشه ديال الحك معلقه كبيره. صافي كنعاود نزيد عليهم شويه الربيع مقطع، انا عندي هنا مجمد ضفت معلقه صغيره تقريبا. صافي كنخليها تشحر شويه، وكنزيد عليها هنا شويه الماء ديال لي بات باش هكا ديك الصوص كتجي ليا مفزقه. هنا من بعد ما طابت لي هاد لي بات هكا درتها في هكا في واحد الشبكه، وخوي طلقت عليها الماء بارد. صافي كنزيدها في ديك الكاسر، كنزيدها على ديك الكفته ولا الصوص. هنا كنحاول ندخل ديك الكفته ديك الصوص والكفته في هاد لي بات من باش تشربها ليا مزيان. هنا من بعد ما حركت ديك لي بات مع هاد الصوص والكفته، هنا المهم شربات ليا شي شويه، عاود زدت عليها واحد حساب واحد كاس صغير تقريبا ديال الماء ديال داك اللي صفيتو من لي بات. المهم هنا زدت كاس تقريبا صغير غير باش تجي ليا هكا مفزقه وما تجيش ناشفه. صافي كنخليها كطيب واحد جوج دقائق ولا ثلاثه. صافي وكنطفي عليها، اصلا هاد لي بات كيكونوا طيبين. المهم غير كتشرب ليا ديك لاصوص وكنطفي عليها. هنا حتى لبيضو على شكل لي غراتان، ممكن هكا ملي كطيب كنخويها في شي مول، وكندير فوقها صوص بيشاميل والفرماج، وكنديرها الفرن حتى هي كتجي زوينه. هنا من بعد ما كطيب مباشره كندير لها هنا الفرماج. انا خلطت هنا درت شويه ديال ايمينتال والفرماج موتزاريلا. المهم هنا اللي بغى يستعمل الفرماج كتبقى خطوه اختياري، اللي بغى يستعملو يستعملو ماشي ضروري. وصافي كنسد عليها حتى كيدوب داك الفرماج وكنقدمها.